سلام حين أعبر إليك بالروح والعقل.
الموسيقي بمكناس برئاسة الفنان إبراهيم زهير. السلام عليكم، مرحبا بكم وألف مرحبا.
أنا أحبو الإخوان اللي حاضرين معنا اليوم واللي حتى اللي ما كتبش يجيو لظروف قاهرة خاصة جينا على أبواب العيد. الناس مشات تزور والديها راك السلامة إن شاء الله تفرحوا وصلوا بالسلامة. كنتقدم يعني بتهنية كنرحب بالحضور ديال الإخوة ديالنا اللي يعني جاو من مدن مختلفة باش يحتفلوا معنا اليوم هذا. وكنرحب بالإخوان تاعنا اللي خداو التقاعد منذ سنين وتفكرناهم وجبناهم باش يعيشوا معنا هذه اللحظة. كنرحب بالفرق اللي شاركات واللاعبين اللي شاركوا كلهم. كنرحبوا بالجمهور اللي كان حاضر في المقابلات واللي حاضر اليوم. كنرحبوا بأي واحد اللي هو مد يد المساعدة من أجل إنجاح هذا الدوري. إذا مرحبا بكم وألف ألف مرحبا. الكلمة ديالي غادي تكون كتخص الدوري، غادي الأسباب ديال الإقامة ديال هذا الدوري والمسيرة ديال الدوري الحمد لله إلا كانت ناجحة، وكذلك يعني شنو مستقبلا الأنشطة والمفاجأة الآخر. بالنسبة للدوري اللي قمناه احنا كموظفين للمديرية الإقليمية للضرائب بمكناس، سبقنا كنا كنلعبوا على الصعيد الجهوي، يعني كنا كنلعبوا مع مديريات أخرى، لعبنا مع أكادير، لعبنا مع مراكش، لعبنا مع الناظر، لعبنا مع وجدة، لعبنا مع الرباط، يعني كنا كنديروا دوريات مصغرة في الأسبوع، والحقيقة مدينا جسور التعارف ومدينا جسور المحبة واللحمة ما بين الجسم الضريبي على الصعيد الوطني. من بعد ما يعني مرينا المرحلة الثانية أننا ما بقيناش نلعبوا غير على الصعيد الضريبي، والليلة بالمناسبة كنرحب الأخ عدي الشيخ اللي كان يعني دعانا باش نشاركوا معاهم دوري الصدقة الرمضاني اللي كانت كتقوم به جمعية المحامين الشباب والنحو الشباب. فعلا لعبنا معهم تقريبا أربعة ديال النسخ، كنا خدينا في النسخة الأولى يعني الكأس يعني الرتبة الأولى، النسخة الثانية الرتبة الثالثة، والنسخة الرابعة والخامسة الرتبة الثانية وصفة بطل. من بعد ما تزاركني بعض الإخوان قال لك كمنتخب كتلعبوا علاش زعما ما نديروش واحد الدوري نلعبوا فيه حنا يعني نشاركوا فيه كلنا، قلنا مرحبا. جات النسخة الأولى يعني من عاد النقطة هذه هاد الفكرة جات من خلال هاد يعني أننا نشاركوا كلنا سواء كنا صغار ولا كبار، يعني ما كنتخلطوا بيناتنا. النسخة الأولى كنا درنا بالمصالح ولكن ما كان المستوى ماشي متقارب، كان في المصلحة اللي فيها لاعبة مزيانين، وبالتالي رأينا أننا في النسخة الثانية نديروا يعني واحد القرعة وما نديروا اللاعبة بكاتيجوري كاتيجوري أ بي سي دي على حساب يعني على المهارات ديالهم. والحمد لله الشيء المفاجئ اللي هو تفاجئنا به هو أن السيد ما عمرو هضر مع السيد، ما كيعرفوش سيرفيس أو دوتر سيرفيس ولا مصلحة أخرى، وتجمعوا في مقابلة ويلعب المقابلة الأولى والثانية ويدير واحد جروب هوموجين اللي هو واحد جروب متجانس يعني بكل صراحة. ونبهرنا بعض العناصر اللي هي بينت على الإمكانيات وبينت على أن الأطر الضريبية فيها يعني كفاءات الحمد لله في جميع الميادين، وفعلا سلل بالنجاح. مستقبلا إن شاء الله الرحمن الرحيم احنا كنوعدكم أننا غادي ننوعوا الأنشطة يعني تخص النساء وفي نفس الوقت خصت الأطفال. الحمد لله دابا المقابلة النهائية درنا مقابلة ديال الأطفال توازيًا مع المقابلة النهائية، وفرحنا بوليداتنا جاو عيالاتنا كل شيء فرحنا الحمد لله والشكر لله. مستقبلا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نخدموه على بزاف ديال الأنشطة، من غير أننا يعني كما كنقولوا الفيزي وغير واش الكاتيجوري ديال الرجال ولا النساء ولا الأطفال، غادي دوتر سبور إن شاء الله دوتر يعني أكتيفيتي سواء يعني فنية ولا ثقافية. الحمد لله المديرية كتزخر جعلنا شير شابة وهي كانت يعني متمكنة من الشعر،
هناك عناصر متمكنة من الرسم، هناك عناصر متمكنة بالعزف على الآلات والتوليدات الحمد لله. هالشي كامل اللي كيخلينا بأننا نفكر فيه بجدية باش نديرو تاهما يعني تطورات خاصة بهم. من بعد إن شاء الله الرحمن الرحيم كما كتعرفوا حنا كموظفين باش نعطي التعريف، هذه يعني هذه التظاهرة قاموا بها موظفين من جيبهم الخاص، يعني لا دخل للإدارة بها، بمجرد أننا نحن موظفين جمعنا ودرنا كوتيزاسيون وخلقنا هذا الحدث وفرحنا واستدعينا الإخوان اللي كانوا تقاعد باش نحتفلوا معهم تا هما يحتفلوا معنا ويخرجوا. الحمد لله الحفل الختامي استدعينا أطر خارج المديرية، ولكن كانت كتعمل في المديرية، كانت كتعمل في المديرية، وما نسيناش ذاك يعني ذاك اللحمة ذاك رابط الحب والأخوة اللي كان بيناتنا، ما يمكنناش نساوها، وهذا هو السبب. المفاجأة هو أن هذا الإطار هذا اللي كنخدموا فيه هو إطار غير يعني ديال المساهمات. حنا كنتطلعوا إن شاء الله باش نخلقوا جمعية تكون كتعني بالفن والرياضة والثقافة، وتعني بأي يعني الأنشطة الموازية يعني العمل. وشكرا، وكنتمنى لكم إن شاء الله أمسية سعيدة وتحياتي للجميع.